السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، كما وعدناكم رح نبدأ اليوم معكم بالوحدة العاشرة والأخيرة. طبعا المعلومات اللي لازم تعرفوها أن الوحدة العاشرة تحتوي على قطعتين وقاعدة إف كلوز، وهي امتداد للفصل الأول وفيها تقريبا 9 علامات. الآن بالنسبة لهذول القطعتين إن شاء الله، واحدة إجت وزاري، لكن قطعة اليوم اللي هي انتربريتر أو المترجم اللي هم ماي جاب از انتربرتر ما وردت كأي قطعة وزارية. فالبداية من كون تركزوا معي كويس على هاي القطعة. لا تنسوا ايضا انه بعد انتهاء الوحدة راح نروح مباشرة في اشي اسمه ليتشر سبوت، البقعة الادبية. هاي البقعة الادبية زي ما انتم شايفين راح ناخذها، هاي القطعة الادبية حلوة جدا، طبعا موقعها بالامتحان الوزارة. لو اخذنا مثلا اخر فوج دائما موقعها بالصفحة الثانية ورقة الامتحان، يعني بالمنطقة هاي زي ما انتم شايفين. بعد ما نخلص طبعا لا تنسوا ان كان عليها 3 علامات في الامتحانات السابقة. لو جينا على صيفي 2019 الامتحان العام، عفوا هذا الامتحان العام، يعني ليتشر سبوت البقعة الادوية، ليتشر سبوت البقعة الادبية عليها هنا 6 علامات، طبعا عليها سؤالين، واحد عليه 4، واحد عليه 2، وجدا سهلة. لا نبكر على الأمور هاي. طبعا أيضا من ضمن الوحدة العاشرة راح نشرح أيضا الديريفيشن اشتقاق كاملا، يعني جميع الجمل وردت معنا سواء بالوحدة السادسة أو السابعة أو التاسعة، راح نكررها إن شاء الله بالوحدة العاشرة ونحل جميع أسئلة وزارة إن شاء الله. ومن ثم ننطلق إلى قضية الرايتنج، الكتابة، وهكذا دوليك، ومن ضمنهم اتوقع الجايدد رايتنج راح نعيده كمان مره زي ما اخذنا الفصل الاول، ونناقش بعض الامور اجتنا ان شاء الله الفصل الثاني. طيب ركزوا معنا شوي، هذا الجايدد رايتنج حاط لك اياه بالاخير. لمره ثانيه نرجع للصفحه اللي كنا فيها، وهي يونت 10 كارير تشويسز، خيارات وظيفيه. طبعا الان ننتقل لمرحله الوظائف. فهنا حاط لي before you begin، قبل أن تبدأ، work in pairs، اعمل على شكل أزواج. what do the photographs above represent، ماذا تمثل الصور السابقة. في at international conferences، في مؤتمرات سابقة. how do people from different countries understand each other، كيف الناس من دول أخرى يفهمون بعضهم البعض. طبعا زي ما أنتم شايفين في عندك هون صديقي العزيز بلش work in pairs، عفوا لازم بلش بالجواب حسب الصورة. في عندك a microphone and headphones، بمعنى آخر يعني مايك وأيضا سماعات. عندك interpreter مترجمة، و conference اللي هو مؤتمر. طبعا بحكي لك هون كمقدمة وهي خلاصة القطعة. at international conferences people from different countries، الناس من دول ثانية talk to each other through عبر الـ interpreters المترجمين. The interpreter المترجم listen to what is used، يستمع إلى هما إلى ما هو خلينا نقول يقال through عبر الـ headphones، and then وبعد ذلك translates، يترجمها into listener's native language إلى لغة اللغة الرسمية خلينا نقول للمستمع. while the speaker is talking، بينما يكون المتكلم يتحدث داخل المؤتمر. The interpreter المترجم أيضا gives يقدم translation عبر ما يسمى الهيدفونز السماعات to other people، إلى ناس آخرين at the meeting داخل الاجتماع. طيب نيجي الآن على الكلمات كما هو معتاد. هيدفونز سماعات، وعندك هو plural noun، هو خلينا نقول كاسم جمع، هو piece of equipment، أداة التي you wear خلينا نقول تلبسها over حول your ears حول اذنيك to listen، لتستمع بشكل برايفتلي بشكل خاص to the radio او music الى اخره. and the interpreter المترجمه هو someone who translates spoken words، الشخص الذي يترجم spoken words كلمات منطوقه from one language into another. ولا تنسى فعل interpret و interpretation كاسم، طبعا لا تنسى interpreter كاسم فاعل و interpretation كترجمة كاسم خلينا نقول المهنة نفسها. كلمة regional إقليمي، وهو relating يتعلق ب particular region
or area، ولا تنسى الاسم منها ايضا region كاقليم. rewarding صفة مربح مجزي، خلينا نقول بمعنى اخر يعني بلغتنا موفي، وهو giving personal satisfaction اعطاء رضا خلينا نقول شخصي، ولا تنسى reward كفعلها، وايضا تزبط معها كناون. secure امن، وهو سيف امن او فري خالي from danger من الخطر، وعندك ايضا لا تنسى secure يؤمن وسكيورتي امن. سيمينار نسميها ندوة، وهي a class on a particular subject usually عادة given تعطى على شكل training تدريب. فيما يتعلق بكلمة translation ترجمة الكترون نقول بالصورة يا اخوان، والله شو رايكم نخفيها؟ بس قلت حتى نعيش الجو يعني نوعا ما. طيب مش مشكلة نرجع. في عندنا رقم 8 ترانزيشن حكيناها، ترانزيشن لا 6 عفوا بس في خطأ بالترقيم، هون 6 هون 7. طيب سيمينار ندوة، وهو a class محاضرة on a particular subject في موضوع معين usually عادة given تعطى ك a form كشكل of training تدريب. فعندنا كلمة ترانزيشن ترجمة، وهي the process عملية converting تحويل documents الوثائق from one language to another إلى أخرى. لا تنسى فعل translate يترجم و translator مترجم. fund of مولعبي، وهو having an affection عنده خلينا نقول معنى آخر عاطفة، أو liking hope for someone or something. فإن رقم 10 concentration مرت معنا أتوقع attention أو attention span، وفعلها لا تنسى concentrate يركز. فإن qualification مؤهلات أو شهادات، وهي official records سجلات رسمية، of achievement إنجاز، awarded يمنح upon خلال successful completion اكتمال ناجح of a course of training أو passing اجتياز exam امتحان، و qualify يؤهل و qualified مؤهل. degree كثير أيضا مرت معنا، وهي qualification التي given تعطى لك to you when you have لما أنت successfully بنجاح completed تكمل a course مسار of study دراسي. نبدأ عندك سؤال research box صندوق البحث، what are the official أو the six official languages، ما هي اللغات الست الرسمية use المستخدمة at the United Nations في الأمم المتحدة. طيب حكي لك الآن الأنصر الجواب the six official languages هي Arabic والصينية Chinese English الإنجليزية French الفرنسية Russian وSpanish. واحد بحكي ليش؟ طيب لأن they are the mother tongue، هي اللغة الأم أو second language اللغة الثانية لأكثر من 2.5 أو 2.8 عفوا billion people، أكثر من 2.8 مليار شخص، nearly تقريبا half the world's population عفوا، يعني هم بيعتمدوا الآن اللغات الأكثر انتشارا على مستوى العالم. لا تنسى العربية تقريبا هي رقم 5 انتشارا. لنبدأ بسم الله. فاطمة موسى is talking about her career as interpreter، هاي الفتاة تحدث حول مهنتها كمترجمة. طيب الآن لو سمحتوا حاول الآن خاصة الطلاب اللي بعتوا مش محاضرين اقرأ ليها بشكل سريع خاصة الدوسيه معك، ولا تنسى احنا وصلنا في صفحة 115. الآن بعطيك خلينا نقول استراحة دقيقة، وقف الفيديو، وقف الفيديو واعمل بوز. اوكي طيب نرجع الآن، حاول تعمل إيقاف، قلت لكم اعملوا إيقاف. نرجع مرة ثانية، نبدأ بسم الله. My job as an interpreter، مهنتي كمترجمة. My name is Fatima Musa and I have worked، وقد عملت as an interpreter كمترجمة for 5 years، لخمس سنوات. Many students، العديد من الطلبة have emailed me، قد راسلوني about حول my work كعملي because they want، لأنهم يريدون. من هم الدي؟ لو جينا عندي الآن فبتعود على خلينا نقول على students أو many إيش many students، هاي بس لهم ضمير إيش ضمير they. They want يريدون to know أن يعرفوا what it would be like، ما الذي يود أن يكون to do يقوم بمثلي my job وظيفتي.
لذلك سو هير إليكم ماي ريبلاي ردي. بتقول I طبعا I لا تنسى بتعود على مين؟ على فاطمة موسى. I have always been fond of كنت دائما مولعة بلانجوجز اللغات. My father والدي work عمل in many different countries في عدة دول مختلفة. When I was young عندما كنت شاب. And we usually ونحن عادة travel سافرنا with him معه. When we visited a country عندما كنا نزور أي دولة. I always دائما wanted أردت to learn أن أتعلم the language اللغة at school في المدرسة. I was very good at كنت جيدة في الإنجليش. طيب ركزوا معي هون وهي بخط عريض وبلون مميز مثل good at كمان. Therefore بالتالي I decided on قررت أوكي تكون مهنتي my career as أو a career as an interpreter. هذول يا إخوان قبل ما خلينا نقول نأخذ القطعة كاملة انزل معي حسب دوسيت كل معكو أو حسب الملفات نزلتكو إياها أصلا على الصفحة. رح نأخذ بنهاية التمرين أو القطعة في عندك complete the sentences أكمل الجمل مرة ثانية. هذول في صفحة يا إخوان 19. Complete the sentences أكمل الجمل with the correct prepositions حروف الجر المناسبة from the box من الصندوق. One preposition إحدى حروف الجر is not needed غير مطالب فيها. في عندنا about as at in into one. الخلاصة لازم يكون حافظ ليها كاملة. ركزوا معي. Would you like هل تود أو would you like to work as هل تريد أن تعمل ك. فهون عندي work مع إيش مرتبطة مع as. هي أول واحدة دير بالكوا عليها. Decide دائما معها on. Decide on. We need to decide on a place to meet. يعني قررنا مكان لنجتمع فيه. Can you translate? هل ممكن تترجم this Arabic into? دائما translate معها into. وأيضا في عندنا I would like to talk about. أود أن أتحدث حول. Talk about دائما أيضا collocation متلازمات. وعندنا asked us about the teacher asked us about قسلنا حول our favorite books حول كتبنا المفضلة. فهنا في عندنا asked مع إيش مع about. في عندنا my sister is really good at جيدة في خلينا نقول drawing الرسم أو painting اللوحات وهلما جرى. طيب أسئلة الوزارة طبعا خليني اوريكم اياها من هذا السابق او عفوا النمط السابق. خلينا نشوف الشتوي نشوف التاريخ هنا. خلينا نقول 13/1 دورة شتوية اي سنة 2019 نشوف شو كان جايبين لهم الصفحة الثالثة. question number 4 لاحظوا هون the teacher asked us فراغ our favorite books. اذا هون اكيد الجواب بيطلع معي ايش asked مع مين مع about صح. في خلينا نشوف صيفي 2019 او صيفي 2018. طيب صيفي 2000 ايوه هون عندنا my brother is good مع مين مع at صح. بس شوي خلينا نستخدم القلم. اذا my brother is good at computer skills اذا اخي جيد في مهارات الحاسوب. اتوقع شتو ايضا 2018 اخذناه قبل شوي صيف 2019 خلينا نشوف. طبعا كله طبع الكيا داخل الدوسي بس احتياط قلنا واجب. هو نفس المبدأ ركزوا معي في عندي decide محاون.
هذا النمط القديم. طبعا باخر فوجين ما ورد عليه اي سؤال، لانه بجوز اعتمدوا خلينا نقول دروس اقوى منه، لكن قلنا الاحتياط واجب. نرجع لموضوعنا مره ثانيه. هحط لك الجمل كلها. decide معها on اكيد. اوكي decide قلنا معها on. good معها at. asked معها about. و decide معها ايش؟ نرجع مرة ثانية لحد ما كنا. إذا لاحظوا معظم الجمل أو مفردات جاية من القطار. طيب نكمل الآن. نقول my job وظيفتي now الآن involves تتطلب going الذهاب إلى important conferences مؤتمرات مهمة و seminars ندوات around حول the world العالم. when a person عندما الشخص speaks يتحدث in English in a conference أو at a conference عفوا في مؤتمر I listen to what they say أستمع لما يقول through عبر الهيدفونز السماعات. ركزوا معي إخواني هو لو سمحتوا. في عندنا الضمير the، ضمير the بعود هون على مين؟ على ال person. طب سليش والذي بتعود على الجمع؟ طب لأنه هون يا أخوانا person مش معروف هل هو ذكر أو أنثى، فما قال ذي قال person، ممكن يكون إيش مفرد أو مذكر، عفوا سوري خلينا نقول مؤنث أو أو خلينا نقول مذكر. فبالحالة هاي لو كان مثلا مذكر بحط لي، لو كان مؤنث بحط لي شيء، لكن لأنه غير معروف فبطلع بالحالة هاي ذي. فالذي هون بتعود دير بالك على مين؟ على كلمة a person. I then بعد ذلك translate وترجمها into Arabic، وترجم النص إلى إيش؟ إلى العربية. while بينما the speaker المتكلم is talking يتحدث. يعني خلينا نقول مثلا فرضا بالمؤتمر الأمم المتحدة المتحدث خلينا نقول بتحدث باللغة الإنجليزية، فهي بتكون قاعدة بكابينة تستمع لكلام مباشر على خلينا نقول هيدفون مباشر، بصير تترجم عن طريق المايك. الآن جالسين داخل خلينا نقول القاعة معهم سماعات بشكل عام. هاي السماعات حسب ما شفتها طبعا بتكون نظام الاف ام، يعني اما كبسات خلينا نقول يعني زي طقات، او نظام جيل نظام الاف ام، يعني مثلا واحد مثلا عربي، اثنين برتغالي، ثلاثه مثلا اسباني، اربعه خلينا نقول مثلا صيني، وهلم جرى. فاذا كان خلينا نقول الوفود من خلينا نقول الوفود العربيه، فبالحاله بيكون مثلا عنده موجه مثلا اف واحد اف اثنين اف ثلاثة، هاي بتكون اللغه نفسه. فاي متكلم بيتحدث باي لغه المترجمين فوق بترجم من انجليزي العربي، من فرنسي العربي، من برتغالي العربي، وهلم جرى. اللي بحد مثلا خلينا نقول متحدث او لفظ الاسباني، فجميع المترجمين بصيروا يترجموا لايش؟ لاسباني. يعني اي خلينا نقول متحدث بيتحدث مثلا خلينا نقول اسباني عفوا او لغه ثانيه، المتحدث الفوق بيترجم العربي، في عندك زاويه ثانيه مترجم اخر بيترجم خلينا نقول للغه الاخرى، وهكذا دواليك. نكمل يا اخوان. وين صرنا؟ إذا I give أقدم ترانزيشن ترجمة ترو عبر الهيدفونز السماعات to other people إلى ناس آخرين at meeting داخل الاجتماع. This هذا means يعني أنه anyone أي شخص in the room في الغرفة هو الذي متعود على anyone speaks يتحدث الأرابيك can understand يستطيع أن يفهم what people الناس are saying ما الذي يقولونه. نيجي على الفقرة التي تليها. الفقرة اللي بعديها بيسألوها الطلاب is it an easy job؟ هل هي وظيفة سهلة؟ فهون it بتعود على ايش؟ مهنة الانتربرتر. طيب بتقول له not at all. ليش؟ هسه قبل ما نبلش هون خلينا نشوف الفيديو التالي. ركزوا معي. Interpreter is supposed to understand certain languages and then turn it into their mother tongue most of the time. So for example يعني بتحكي الان انه بمعنى اخر لازم نترجم اللغه للنيتيف سبيكر، يعني اخو قول نيتيف لانجوج اللغه الاصليه كما هي بسمعها. مثل لو جينا على السياق لاحظوا مثلا هي قاعده في كابينه، هاي الكابينه خلينا نقول مغلقه. طب
طبعا احنا في عندنا قصر المؤتمرات في البحر الميت، وايضا عندك حتى خلينا نقول مثلا اذكر رحنا على الرويال بالطابق السادس، في عندهم نقول قاعه مؤتمرات. الطابق السادس بيكون مفتوح له شرفات، يعني زي خلينا نقول لغه، خلينا نقول لغتنا بلكونه. كل زاويه بالبلكونه في عندك كابينه تقريبا متر ونص متر ونص، اللي بفوت المترجم فيها ما بسمعش إشي من برا، ولا حدا بسمعه اصلا من برا، ليش؟ لانها مغلقه ومعزوله. لاحظ الان قدام خلينا نقول اكثر من سماعه او اكثر من مايك، فهي بتسمع خلينا نقول المتحدث، مثلا خلينا نقول كان المتحدث باللغه الروسيه مثلا. الان كابيناتها مكرره، يعني عندك تقريبا بتكون 8 أو 9 حسب الحاجه. فمثلا لو فرضنا انه هاي خلينا نقول مترجمه بترجم من لغه، خلينا نقول لغه معينه للانجليزي او لغه معينه للعربي. فاي واحد بيحكي اوكي، هي مثلا تخصصها روسي عربي، هي بترجم روسي لعربي. المترجم الاخر هناك بترجم روسي لاسباني، المترجم الاخر من روسي لانجليزي، من روسي لاسباني، وهكذا دواليك. speech in English and in French and turn it into his mother tongue which is Russian. Well, interpreting is very different than translating. بترجم الان من لغه فرنسيه خلينا نقول او انجليزي، بترجم لايش؟ للروسي. And there's an enormous amount of pride about that here among the love to do the translation. انت لا تتوقع شايف الان منظر، هي بتكون اصلا شايفه اللي خلينا نقول المؤتمر. طبعا هي لازم تشوفهم، ليش؟ مرات بيحتاج ما يسمى البادي لانجوج، لغه الجسد، يعني مرات هي لازم تشوف المتحدث خلينا نقول حركات ايده حتى يساعدها ايش بالترجمه. طيب هذا كمثال. طبعا نرجع للنص تبعنا. Is it an easy job؟ هل هي وظيفه سهله؟ Not at all. حسب ما بتحكي بقول لك English is not the same in all English speaking countries. خلينا نقول ليس كما هو في دول الناطقة بالإنجليزي. For example، على سبيل المثال. لما تحكي مرة ثانية not at all، English is not the same in all English speaking countries، يعني الإنجليزي مش نفسه بكل الدول الناطقة بالإنجليزي. مثلا زي اللغة العربية مختلف بين تونس والمغرب من جهة والمشرق العربي من جهة. For example, the English words, الكلمات الإنجليزية that are used in India are sometimes تختلف different to words أو to the words, الكلمات اللي people الناس use يستخدموها in the UK أو USA أو أستراليا. طيب يعني مثلا خلينا نقول الإنجليزية لا تنسى دخلت على بلاد الهند بالفترة الأخيرة، لكن هم لهم وضع خاص. مثلا لو جينا على بعض المصطلحات، ركزوا معي هون. Indian accent. لهجة الهندية. What bloody Indian accent? You making fun of me? You correct my. هو بيحكي إنجليزي بالهندي، يعني في عنده ستريس شد كثير عليها. Please, I crack your face, stupid. The Indian language syntax heavily affected the English grammar. Some speakers often use progressive tenses. I believe you. مثلا لاحظوا هون عندهم I believe you، وعندهم مضارع البسيط بستخدم دائما صيغه المضارع المستمر، مثلا I am believing you. She likes music. She is liking the music. وهكذا. English vocabulary is full of unique conjugations. Restaurant. Hotel. Breakfast. Tiffin. وهكذا دولي. هاي مثلا بعض الاختلافات. ايضا تحكي لك انه as well as بالاضافه الى knowing، معرفه ما يسمى regional English، اللغه الانجليزيه المناطقيه. يعني عنده مثلا الانجليزي بمنطقه خلينا نقول اسكتلندا مختلف عن ايرلندا، مختلف عن انجلترا، مختلف عن ويلز، يعني اقاليم زي خلينا نقول اللهجات. ايضا you also need، يجب ان تعرف know a lot of specialist language، اللغه المتخصصه. ليش اروح بعيد؟ لما اخذنا احنا الوحده الثانيه بالمستوى الثالث، لما اخذنا اللغه الانجليزيه في المصطلحات الطبيه، كثير عندنا اكيوبنكتشر، واخذ بالابر هيربو، خلينا نقول هيربال ريميدي، وهذا مجرى، هاي كلها لغه انجليزيه متخصصه في المجال الطبي. وهكذا قس عليه في المصطلحات خلينا نقول القانونيه، المصطلحات الاقتصاديه، سيلز بيتش ليست بعيده، خطاب البيع، هذا ايضا مصطلح قانوني. سم اوف ذا ووردز، بعض الكلمات التي ار يوز تستخدم تو توك اباوت، للتحدث حول البيزنس وساينس واللغه القانون. فور اكزامبل ميك ات، تجعلها، تجعل ايش؟ طبعا اللغه الانجليزيه اللي هو انجلش لانجوج، ايضا اولموست ديفرنت لانجوج، كلغه مختلفه. نبدا باخر فقرتين لتكون على حذر. في عندنا اليس. اليس يا اخوان لا تنسى انه اخذنا احنا بالفصل الاول الاف كونديشن، الجمل الشرطيه. لان اليس تشبه
أو بالأحرى هي تقريبا نفس قواعد إف. هاي إف كلوز. ورح نأخذ أيضا أدوات لها، أوكي، مثل as long as، طالما، هاي أيضا من خوات إف، هذا درس الحصة القادمة إن شاء الله. وغيرها كثير من هاي الأدوات، أوكي، في عندك كمان when. فهذا رح يكون حصتنا القادمة إذا الله راد إن شاء الله، تكون جاهزين للدرس الكونديشن جمل شرطية، وهي عدة أدوات مثل خلينا نقول إف إذا، وين عندما، provided ذا شريطة أن، طالما as long as، وأيضا unless ما لم، و even if حتى إذا. طيب نكمل موضوعنا ونرجع لفكلوس فيما بعد، بس حل الآن نتذكر بعض الأمور. إذا تتذكر فصل أول أخذنا ما يسمى zero conditional، الجمل الشرطية الأولى بيكون الشق الأول مضارع، والمين كلوز أيضا خلينا نقول بصيغة المضارع أول إذا كان زي الشرط الأول إذا بتتذكروا. فهون unless you have، ما لم، طبعا unless هي نفسها if بس معنات unless you have a language degree، ما لم يكن لديك شهادة باللغة، إذا you will not، لاحظوا unless إجا صيغة present simple والشق الآخر will، you will not be able، لن تكون قادرا to become، أن تصبح an interpreter، كمترجم خلينا نقول فوري، provided that، وشريطة أن، you have لديك أيضا، لاحظوا هون في عندنا الإف كلوز فيها مضارع بسيط have، لديك post graduate qualification، معناته you will ما حقت، يعني خلينا نقول ما حول زائد تصريف أول، لأنه الشق الأول إيش ماله جاي بصيغة المضارع البسيط، you will probably get a job، ستحصل بشكل ملائم على وظيفة كinterpreter، كمترجم، quite quickly، بسرعة. If you get، إذا حصلت على انترفيو مقابلة فرجب لي وظيفة، إذا you will need، لازم يكون معك أو لازم شو تظهر that you have، أنا لديك واحد، نعتبرها هاي واحد good listening skills، مهارات سمع جيد، واثنين clear speaking voice، إذا هاي خلينا نقول الشروط فيما يتعلق بإنك تكون مترجم. أيضا you will also need to show، أن تظهر that you think أو you can think، خلينا نقول think quickly، تستطيع أن تفكر بسرعة، هذا الشرط الرابع. وأيضا you are able، أنك قادر to concentrate and تركز for a long period، فترات طويلة من الوقت. إذا هاي الشروط الأربعة، أوكي، اللي بتخليك مترجم. If you are successful، إذا كنت ناجحا it، طبعا it بتعود على مهنة interpreter، المترجم خلينا نقول الفوري. فهون هاي الوظيفة بتكون سيكيور آمنة، يعني ما فيها خطورة، وأيضا rewarding مربحة، خاصة في الأمم المتحدة وغيرها من الرواتب. You will probably، ربما تحتاج أيضا أنك travel a lot، تسافر كثيرا، but هذا is not، ليس problem، مشكلة، as long as، طالما you enjoy، أنك تستمتع ب visiting، زيارة other countries، دول أخرى. آخر فقرة، it's very responsible job، إنها وظيفة ذات مسؤولية عالية. I'm aware، أنا أدرك that if I translate، إذا أنا ترجم things، الأشياء بادي بشكل سيء، it could affect، ممكن تأثر على important law، قانون مهم، أو trade agreement، أو اتفاقية تجارية between، بين countries، الدول. However، فهون مرة ثانية نعيد اللقطة هاي لما قالت it's very responsible job، إنها وظيفة ذات مسؤولية. I'm aware، أنا أدرك that if I translate، إذا أنا ترجمت things، شيء بادي بشكل سيء، it could affect، ممكن يأثر على important law، قانون مهم، أو trade agreement، اتفاقية تجارية حرة between، بين countries، دول. طبعا باب اللي خلينا نقول مثال، يعني كثير طلاب بيجهلوا هاي النقطة. مثلا لو جينا على القضية الفلسطينية، وكلكم تعرفوها، خاصة خلينا نقول حرب 67. حرب 67 يا اخوان، ركزوا معي هون، لما احتلت اسرائيل كامل، خلينا نقول الضفة الغربية وقطاع غزة، بالاضافة احتلت سيناء وجزء من الاراضي السورية اللي هو الجولان، وايضا جزء من جنوب لبنان. لما اجتمعوا خلينا نقول الامم المتحدة بعد خلينا نقول 6 days war، حرب الايام الستة، حطت الامم المتحدة قانون عشان تجبر اسرائيل تنفذه، يعني قانون الهدنة، وهو لاحظ withdrawal of Israel armed forces، انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية from، لاحظوا هون territories، أراض occupied، احتلت in the recent conflict، في النزاع الأخير. الآن لو جيتوا عن النص نفسه، خلينا نأخذه
مرة ثانية. هذا كمثال السلة فيه. لاحظوا انسحاب إسرائيل من إيش؟ من أراضٍ، من أراضٍ. الآن على فكرة المترجم العربي أو النص، خلينا نقول الجالسين باللغة العربية، ما انتبهوا إنه النص الإنجليزي والله أعلم بخفث، خلينا نقول بخفث أو بلؤم، كان حذف الذاء. لما اختلاف بين الذاء وبدون ذاء، لأنه الذاء زي التعريب العربي، انسحاب قوات إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. أما إذا حكى من أراضٍ بدون ذاء معناته إنه إسرائيل هي حرة، خلينا نقول تنسحب من، خلينا نقول جزء من الخليل، جزء من القدس، لكن لا بتنسحب من كل أراضي. يعني أسأل زي اللغة العربية، خلينا نقول جيب لي مثلا، خلينا نقول خمس كراسي، أو جيب لي كراسي من القاعة، نشوف هي مثل بتجيب كرسي اثنين ثلاث أربعة زي ما بدك، لكن جيب الكراسي إذا مطلع كل كراسي أو المقاعد اللي بالقاعة. وضحت؟ فهون لما قالهم انسحاب من أراضٍ بيختلف عن انسحاب من الأراضي. إذا هون كان في خطأ عند مين؟ هو خطأ عند المترجم العربي. ليش ما انتبه على النقطة إنه الداء محذوفة؟ لأنه هنا كلمة territories بدون ذا معناته انسحاب إسرائيل حر، هي تنسحب من جزء من الكل، هي حرة. وهذا الآن موجود. لذلك الآن لاحظوا من 67 الآن إسرائيل بعد بتمسك كثير أجزاء من الضفة الغربية، وهذا أكبر مثال. نرجع مرة ثانية، حابين نعطيكم هذا المثال بس للتاريخ. هاوبر على أي حال يوجد، ستحصل على huge feeling، شعور كبير of satisfaction من الرضا when you know، عندما تعرف. لاحظوا when وراها، خلينا نقول جملة الـ if close، جملة الشرط، إذا معناته بتكون الـ main close قبليها لأنها جاي بالنص. يلاحظوا أوكي قبليها get، أيضا صيغة المضارع البسيط. إذا however you get، ستحصل على huge feeling، شعور كبير of satisfaction من الرضا و when you know، عندما تعرف أن people، الناس understand everything، يفهمون كل شيء that you translate، كل شيء تترجمه. خلصنا. هون نيجي الآن على comprehension اللي page 73 هذا كتاب students book exercise 4 and 2. طيب listen and read the talk again and complete the sentences، وأكمل الجمل. فاطمة موسى أو فاطمة's موسى job involves going to. الآن بالنسبة لظل الجمل بهمناش. ليش بهمناش؟ إنه هو العبارة عن جمل if close أو مقدمة للif close. إذن هاي كله بهمناش، فلذلك وراح في تفكير ناقد ناقشه بآخر الوحدة عشان يكون جمعناها لبعض. لنحط لك كون اختبر نفسك، دير بالك عليها. نشوف السؤال الأول. write down the sentence، اقتبس الجملة which indicates to share that فاطمة موسى interested، تهتم باللانجوجز، تهتم ايش؟ باللغات. فلاحظ مثلا هون شو بتقول بمعنى آخر I have always fond of، مولع دائما ايش؟ باللغات، باللانجوجز. question number 2 what Fatima or what made Fatima Musa learn many languages. لو جيت على الواقع انه والدها كان يسافر لعدة دول، اوكي بيقول when we، بمعنى اخر my father والدي worked in many different countries when I was young and we usually travel with him when we visit a country I always wanted to learn a language at school I very good at English الى اخره. طبعا بالامتحان ممكن يحذف جزء منه لانه بتشرح يكون هذا الجواب بهذا الحجم. What is the condition؟ شو الشرط for being لتصبح interpreter، مترجما؟ إذا condition ممكن نقول لك there are many conditions، هناك عدة شروط for being لتصبح، خلينا نقول مترجما. ذكرناها قبل شوي بالنقاط. هو لاحظوا بمعنى آخر if you get interview، إذا هون you will need to show، لازم تظهر that you have good listening skills، عندك مهارات خلينا نقول استماع جيدة و clear voice speaking voice وصوت جهوري. أيضا في عندك you will also need to show and تظهر that you can think، أنك تستطيع أن تفكر quickly بسرعة، وأيضا that you are able، أنك قادر to concentrate تركيز for long periods، فترة طويلة of time من الوقت، وهكذا. طبعا طلاب معهم دوسيات، أي سؤال إحنا جاهزين فيه إن شاء الله. طيب نشوف الآن التمرين اللي وراه، تمرين الكلمات، وتقريبا إحنا الآن في المراحل الأخيرة من الكلمات. كرر مهنة هيدفون سماعات انتربرت يترجم وسيمينار ندوة ريجنال إقليمي ريوردينج مجدي ترانزليشن ترجمة. بليز لسن تو ذا ميوزك، أرجوك استمع للموسيقى ثرو عبر الهيدفونز سو ذات بحيث يو دونت ديسربت، لا تزعج anybody، أي أحد. I have just read، قرأت للتو ترانزليشن ترجمة.
لأن هون بطلع معي translation ترجمة. وعندك in the UK في المملكة المتحدة there is central government ولكن حكومة محلية. But there أيضا هنالك كذا councils معناها مجالس. إذا هون شو بطلع معي اللي هو ما يسمى regional إقليمي. regional إقليمي. هون شو عنا قلنا إحنا اللي هو translation. My uncle is fluent, هو طليق بالseveral languages عدة لغات. He is often able, قادر to interpret, اللي هو ترجمت خلينا نقول عدة أو ترجم لنا for us during خلال conversation حواراته with foreigner مع الأجانب. ندى made successful presentation, خلينا نقول قدمت عرض ناجح ات خلينا نقول سيمينار في ندوه سيمينار في ندوه في اربد لاست مانث في الشهر الماضي. و doing volunteer work القيام بعمل تطوعي can be very كذا experience either rewarding اذا يعني خلينا نقول تجربه ناجحه او تجربه مجزيه. في هنا ايضا كلمات في هنا correct words خلينا نقول او circle the correct words. علي is thinking of having course ولا taking course يعني علي يفكر في اخذي عفوا في اخذي ولا امتلاك course. اكيد اخذ course اوكي فبالحالة taking course. I get a feeling of satisfaction شعرت بشعور بالرضا after hard day work بعد عمل خلينا نقول شاق. طبعا اكيد مش سكيور امن هو الامن بشكل عام. Make sure your online password تأكد انه الباسورد تبع النت امن ولا مجزي اكيد سكيور امن. وعندك in order to work in finance بهدف تكون خلينا نقول بهدف تشتغل في مجال المال او المصارف you need to be very successful ناجحا ولا responsible person شخص مسؤول اكيد responsible لانه المال لا يحتاج الى نجاح فقط يحتاج تكون ذو مسؤوليه لانه اي غلطه خلينا نقول بتقع مطبات كثير. My friend صديقي has just للتو قد حصل على وظيفه ولا عمل في لوكال بانك. طبعا للمعلومات جاب هي وظيفه دائمه يعني وظيفه بشكل عام سنه لاخر الشهر ورك ممكن يكون عمل يومي فهون اكيد جاب وظيفه. وعندك after long meeting بعد اجتماع طويل وليس اتفاق طويل توصلنا منج الى اتفاق جديد اذا هون meeting اجتماع. هذول الكلمات كلهم أخذناهن. طيب قبل ما نغادر الآن خلينا نشوف شو أسئلة السنوات السابقة. نبلش قص بأول أقدم إشي 2018 شتو معناته. لاحظوا عندنا كلمة rewarding rewarding خلينا نقول مربح اجت مع جملة خلينا نقول doing volunteer work can be very rewarding experience. لاحظوا اجت حرفي من النص او خلينا نقول من جمل الكتاب. هاي كمثال. ننطلق الى منهاج اخر او خلينا نقول امتحان اخر. هذا 2018 شتوي خلصنا منه. في عندنا الصيفي شتوي او 2018 الصيفي. 2018 الصيفي. يعني هيدفونز مرت معنا كثير. لاحظوا هيدفونز اكيد بقى الاولى بليز ليسن تو ذا ميوزك ثرو عبر الهيدفونز سو ذات بحيث يو دونت ديستربت اني بادي نفس الجمله تقريبا بالكتاب. لاحظوا في انك انا اونلاين ديستانس ليرنينج التعلم عن بعد اتوقع مرت معنا صح اللي ستودنتس الطلاب كان انرول يدخلوا انتو اونلاين ديستانس اونلاين خلينا نقول اونلاين ديستانس ليرنينج كورس in some Jordanian university في بعض الجامعات الأردنية. هاي من كتاب حرفي. وعندك أيضا will aware هاي بس مش معنى 1-8 خلينا نقول هون to compromise يتنازل مرت معنا في الوحدة التاسعة. parents should encourage لازم الآباء يشجعوا أولادهم أطفالهم على ال compromise التنازل between what they want ما يريدونه and what other want ما يريده الآخرون. الفين وتسعتاعش شتوي عندنا هيدفونز
ما فيش طبعا هي كلمة. طبعا ذكر small talk اجت مع جملة سليمة اخذناها بالقطعة السابقة. finding work can be challenging راح ناخذ القطعة الجاي work experience خبرة العملية. can you recall my mistakes هاي وحدة عفوا هنا point out sorry point out هاي وحدة ثمانية وايضا recall وحدة ثمانية. طيب نشوف اجى عليها اخطاء املائية لا اذكر باي صفحة هاي اخذناها كله. طيب هاي شتوي 2019 نشوف صيف 2019 كلمة rewarding خلينا نشوف academic اكيد محا vocational will بدها فعل هاي affect هاي وحدة ثمانية راشد applied to فراغ company هاي وحدة تسعة اللي join مع company هتنسوا في عندنا اذا صفى معناته ريكول وحده 8 افك قلنا وحده 8 اذا شو صفى عندي ريوردينج لانه تيتشينج يونج تشيلدرن ان تعليم الاطفال الصغار از تشالنجينج اند ريوردينج جاب وظيفه مربحه نشوف في عندنا قلنا 2019 لازم تكون وزاري جاي على ما اذكر اجت القطعه هاي وزاري هنتاكد مره ثانيه بشكل سريع مظبوط لقيناها في كأنه أيوة مظبوط صيفي 2018 at international conferences people from different countries talk to each other through عبر interpreters اللي هون ال I تصير E they listen to the words which is used لا which is just said لاحظوا is أكيد قواعد غلط لأنه هون عندك which بتعود على words والwords كلمات إذا بيطلع معنا R هون وعندك ايضا ترانزليت اكيد الاي تتحول لاي اذا انتهينا يا اخوان اتوقع ما ضل شيء عندنا هون فالحصه القادمه ان شاء الله راح نبلش بالكونديشن الجمل الشرطيه مش عارف احتمال انه في طلاب اشاروا علي انه احتمال ناخذ القطعه بعدين نرجع القاعده عشان نتفرغ لها تفرغ كامل القاعدة طبعا عليها 9 علامات لا تنسوا ثم في عنا كاسيتات كثير يا اخوان على كل حال احنا هاي القطعة الاخيرة طبعا اجت وزاري اخر مرة بس ما اجت لطلاب النظاميين اجت طلاب المعيدين وبعديها ان شاء الله راح يكون في عندنا توقع ديريفيشن اشتقاق بس في عنا ايضا كاسيتات كثير لازم ناخذهم كاملة يعني بدنا شغل شوي حاول تحضر قبلي لو بالعربي بعض الامور خاصه الكاسيتات هذا اتوقع الاشتقاق الان تعال خلي لاخر شيء بعد ما نخلص القطعه الادبيه خاصه اشتقاق احنا غطينا فيه كثير جزء واتوقع معظمكم الان ما شاء الله عليه طيب هذه اللحظه يعطيكم العافيه جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نلتقي الحصه المقبله ان شاء الله